السلام عليكم، أنا محمد. في هذا الفيديو سأساعدك في إعداد بحث جامعي يكون مقبول جدا وناجح. الكثير من الطلبة الجامعيين تلقاهم ضايعين عندما يحاولون إعداد بحث جامعي. نشوفهم في الجامعة صعوبات كثيرة في إعداد الخطة، في الاستفادة من المراجع، كاين اللي ما يعرفش كم منين يبدأ. وهذا يرجع إلى أن النظام في الجامعة يعني ماكش دير البحث، يعني يعطيك بحوث ديريكت، يرميك ديريكت في البحر يعني كما يقولوا، وانت سلك راسك. كاين اللي يغرق وكاين اللي يسلك راسه. انا في هذا الفيديو نبسط لك الامور ونعلمك، نعطيك يعني الاساسيات كيفاش دير بحث جامعي يكون ناجح. اولا البحث كيش راح يكون؟ لازم له خطة تكون فيها مقدمة، تكون فيها اشكالية، ويكون فيها فصول، مباحث، مطالب، وخاتمة، وقائمة على المراجع إلى آخره. لكن قبل ما نديروا الخطة لازم نروحوا للأساس. وكاين بزاف طلبة هذا هو المشكل تاعهم، هما ديريكت يروحوا للخطة، ألور كو الخطة هي آخر شيء ديروا في البحث. الخطة ما تخممش كامل عليها، الخطة تجي وحدها، الخطة تجي وحدها. نعم، كاين بزاف غير يطولوا اسم البحث يروح داك تيجري عندك شي واحد ولا يقول يا اخو عطينا خطه. انت مازال ما حوستش على البحث تاعك، مازال ما عرفتش مين با، ماكش فاهم مين با العنوان ديال البحث، تروح تحوس على الخطه. الخطه هي الاخرى، انسى الخطه من اول فوق. يكون عندك بحث، الخطه كاع مازالش تخمم فيها. اول حاجه تديرها احكم عنوان البحث وسي فهم العنوان. نعم، افهم العنوان، ديطاي العنوان. مثلا نقولوا عندك بحث واسمه الدوله القانونيه، قسم هذا العنوان، الدولة وشنو هي، القانون وشنو هو، ومن بعد الدولة القانونية وشنو هي، وتطور الدولة عبر التاريخ. هل كاين غير دولة قانونية واحدة؟ اسكو كانوا دول انواع دول واحد اخرين في السابق؟ اسكو الان كاين دولة قانونية ولا ما كاش؟ اسكو كاين نقيض الدولة القانونية وشنو هي؟ هكذا تبدا تطرح اسئلة. يعني من العنوان تبدا تجبد عناوين صغيرة، الدولة وشنو هي، تطور الدولة في عبر التاريخ حتى اليوم، القانون وشنو هو، الدولة القانونية وشنو هي، ما هو عكس الدولة القانونية، هل الدولة القانونية تكزيستي فعلا يعني موجودة، وشنو قصده بالدولة القانونية، اختصاصات تاعها، المبادئ، الأهداف. هكذا تبدأ تسأل في نفسك وتكتب عناوين فرعية. يعني من العنوان الرئيسي تجبد عناوين فرعية، ما تكون عنوان فرعي تروح تحوس عليه. هنا تبدأ تحوس، تروح إلى المكتبة تبدا تحوس كتب، كتب كلها اللي تهدر على الدوله، تهدر على القانون، الدوله القانونيه، هادو كامل تبدا تكتب هادوك العناوين الفرعيه اللي جبتهم، تبدا تحوس كتاب عليه، تحوس في الانترنت، اكتب في جوجل مثلا تعريف الدوله، تطور الدوله عبر التاريخ، القانون شنو هو، الدوله القانونيه شنو هي. وهكذا تبدا تجيب معلومات، تجيب معلومات، تطم المعلومات كامل هادوك. كي تطم معلوماتك تصيب عندك يعني كم هائل من المعلومات. بناء على هذه المعلومات راح نديروا الخطه تاعنا. يعني الخطه تجي في الاخير ماشي تجي مع الاول، هذه هي سي لا لوجيك. العنوان هذاك كما يقولون ديطايي، وهنا عصروه، نجبدوا منه معلومات، نحاولوا نجيبوا اقصى اكبر ممكن من المعلومات. وما كي نجيبوا المعلومات هذو كامل نشوفوا نديروا خطه جميله، هذوك المعلومات كامل نوزعوهم في هذيك الخطه. هذه هي الطريقة الصحيحة اللي دير بها بحث علمي ويكون ناجح ويكون مقبول. والمراجع انك على الاقل على الاقل تجيب اموات ثلاث كتابات، اربعة، تحوس مقالات في الانترنت، على الاقل اربع مقالات، خمس مقالات. يعني المقالات الحاجة الايجابية انها تكون جديدة، يعني يكونوا يهضروا عليها، يعني جديدة العام اللي فات، هذا العام، 5 سنوات الى الوراء. يعني المقالات هذه هي الميزة تاعها، انها تكون جديدة مقارنة بالكتب تقريبا يكون أقدم. أيضا تشوف مذكرات الماجستير، مذكرات الماستر، الدكتوراه، يعني تستفيد منهم. هادو كامل تلقى فيهم معلومات، تلقى معلومات في المجلات. تحاول أنك تبحث ماشي غير باللغة العربية، ابحث أيضا باللغة الفرنسية. هذه يعني تقريبا المراجع. قول لي ما كاش مراجع، أولا شوف تحوس في المكتبة، تحوس في المكتبة كاين تلقاه في البي سي لي ميكرو اوتوماتيك، تروح تكتب وين لا روشاش هذيك، تكتب مثلا اسم مالو الحاجه الاولى، اكتب اسم العنوان ديال البحث. مثلا ناخذ المثال تاعنا الدوله القانونيه، اكتب الدوله القانونيه الطابي وشوف واش يخرجوا لك. اذا خرجوا لك ديجا سافا، اكسبت مع راجع. احكم ورقه وستيلو،
اكتب كامل المراجع اللي خرجوا لك في هذاك في الميكرو هذاك، اكتبهم كامل، اكتب اسم الكتاب، اسم المؤلف والعنوان، اكتب كلش الرقم كلش، باسكو كي تحت بدا يقولوا لك اكتب لي هذوما، المهم تكتبهم كامل. ومن بعد يا اخي قلت لك مع الاول اتفرع، اكتب ابدا تكتب حوس مثلا القانون، مبادئ القانون هكذا، كتابات تطور الدوله، المهم تبدا تجبد ديمو كليم هذاك العنوان الكبير، وتبدا تحوس عليه كتابات تما، تشوف شحال تجبد، تجبد بزاف كتابات، ما تقوليش ما كاش كاين، فقط لازم تعرف تحوس. المفتاح باش تنجح هي انك هذاك العنوان الكبير تاع البحث تعصره وتجبد منه عناوين، باسكو دي فوا الكتاب اللي تلقى فيه البحث تاعك ما تلقاش يعني اكزاكت بالعنوان اللي طابه لك، مثلا كيما قلنا الدوله القانونيه، ربما ما تلقاش كتاب سبيسيال يهدر الدوله القانونيه واسمه هكذا، الدوله القانونيه على بالي بلي تلقى، بصح كاين بحوث واحد اخرين يعني كاين ما تقدرش ما تلقاش يعني اسم البحث سوا مع اسم الكتاب، لذلك لازم تكون ذكي، ذكي الطالب لازم باش ينجح يكون ذكي، هذاك العنوان يخرج منه عناوين، ابدا هكذا تسقسي في روحك، كيما قلنا الدوله القانونيه جيب العكس تاعها، وشنو هو العكس تاعها؟ دولة ديكتاتورية، دولة غير قانونية، هكذا اكتب هكذا تبدا تحوس بالعكس، بالعكس تحوس بالمرادف اللي تساويه في المعنى، تجبد تعريف خصائص تقسمه الدولة وحدها قانون وحده، تطور حوس تطور تاريخي، حوس في التاريخ، حوس القانون تطور القانون كذا، المهم هذه هي العنوان تاعك الكبير تاع البحث، ابدا تقسم فيه تجبد منه عناوين اضداد مرادفات هكذا هكذا، وتحوس ومام دونك تحوس كتابات تحوس في الانترنت، هذه حاجه الاولى يعني تحوس انت بروحك. الحاجه الثانيه تقدر تروح تسقسي هذاك اللي يعطيك كتابات في بيبيوتاك، قول له فوالا عندي بحث في هذا العنوان واش تنصحني كتابات، اعرف برك وقتاش تروح له، يعني كي ما يكونش غاشي بزاف تروح ليه والله اللي يجاوبك، وكان تهضر معاه يعني ظريف وتهضر كذا قول له حوس واني جديد بريمياراني كذا ما على باليش ما نعرفش مليح، يعطيك اسماء كتب يعاونك شويه. تقدر تروح تسقسي اساتذه، انتم على غالب تقريبا كل الطلبه يحشموا ما يحبوش يحسها طايحه ما يحش يسقسي، روح سقسي ما تحوس تفهم، خلص وجهك وروح تسقسي، روح عند الاستاذ قول له فوالا، سواء الاستاذ تاعك تاع تيدي هذاك نهار يعطيك البحث قول له فوالا استاذ وشنو هما المراجع اللي تنصحني، قول له وشنو هما النقاط الضروريه حابين نهضروا في هذا البحث، سقسيه وما تكون قبل ما تعرض عليه البحث تكون ديجا سقسيته تعرف الاستاذ واش يخمم، وراح يعطيك هو بيان سور هو ماذا به كي دير البحث تاعك، ما تخرجش اور سوجي باش ما تفسدلوش الحصه، راح يعطي لك قول له غير تخلص التيدي تاعك مثلا البحث تاعك السمانه الجايه قبل هذيك السمانه، قلت عنده اليوم مثلا السمانه اللي ملهاه دير البحث قبل ما تخرج الحصه تاع اليوم، تروح لعند الاستاذ تقول له فوالا انت عطيتني بحث العنوان الفلاني وشنو هما العناوين الضروريه اللي لازم نحكي عليها في الخطه في البحث تاعي، راح يعطي لك يقول لك هذه النقطة مهمة ضرورية لازم تهضر عليها، تكتبها في ورقة عندك وتروح تحوس عليها، روح أيضا عند الأستاذ المحاضرة تاع كونفيرونس سقسيه قول له فوالا أستاذ عندي بحث في هذا العنوان، قول له شنو هما النقاط الضرورية لازم نحوس عليهم وشنو هما المراجع اللي نقدر نصيبهم، يعطي لك تروح عند أستاذ تاع محاضرات واحد أخرين يعني باسكو كاين بزاف لي سيكسيون، زيد سقسي واحد أخرين هكذا بدا تسقسي تسقسي كل واحد يعطيك معلومات، ديجا ماشي غير الأساتذة اللي خصك تقدر تسقسيهم، تروح عند مثلا طلبه يعني كبار عليك يعني يقراو دوزيام اني يقراو في الماستر كذا، روح قول لهم فوالا عندي بحث هكذا، هما بالك كاين يشفاو قراوه واحد جنب بكري، كاين يعطيك بالك بحث واجد، انا ننصحك ما تديش بحث واجد، يعني لازم تعلم دير انت البحث، تحوس في الانترنت، المهم كاين بزاف طرق باش تجيب منها المعلومه، كي تكون جبت المراجع وجبت المعلومات خلاص عندنا كامل، كيفاش نديروا الخطه؟ الخطه كيفاش تكون؟ مع الاول المقدمه يكون وشنو هي المقدمه؟ المقدمه هي تمهيد بسيط للموضوع. يعني تبدا تدخل في الموضوع تدريجيا، واش تهضر عليه اكزاكتومون؟ تهضر الموضوع وتهضر الاهميه ديالو، لامبورطونس تاع السوجي هذا نهضروا عليه، علاش انا نبحثوا عليه، علاش مهم؟ مهم لانه كذا وكذا وكذا، تهضر عليه في المقدمه، تهضر مثلا اذا كان هناك جدل يعني ناس متفقين، ناس مختلفين كذا، تهضر عليه، تهضر ايضا سرد تاريخي، مثلا تطور دوله عبر التاريخ، تبدا شويه في المقدمه. تهتر شويه في المقدمه، المهم ما تكونش طويله بزاف، وفي الاخير تطرح اشكاليه، كي دير الاشكاليه نديروا مدى الخطه، الخطه مثلا انا ننصحك بما انك تكون طالب في السنه الاولى جامعيه ثانيه حتى الثالثه يعني في الليسونس ديروا تقريبا بمبحث مباحث مبحثين، كل بحث فيه مبحثين، كل مبحث فيه مطلبين، يعني مبحث اول مطلب اول مطلب ثاني، مبحث ثاني مطلب اول مطلب ثاني، تقدر دير ثلاث مطالب ثلاثه ثلاثه، المهم يكونوا متوازنين يعني متساويين، اذا درت زوج في الاول دير زوج في الثاني، احيانا معليش تقدر دير ثلاثه مطالب والتنين مطالب في المبحث الثاني معليش، ودير الخاتمه في المبحث الاول تقريبا يكون بسيط جدا، يعني تهضر فيه على الماهيه، تهضر تعريف، تهضر خصائص، اسباب، اهداف، مبادئ، تقريبا هذا هو واش يكون في المبحث الاول، تعريف بالموضوع، دير تعريف تحديد المفهوم، ما باش انا مقارنه، دير هكذا خصائص
هذا في المبحث الاول تجول يكون هيدا. المبحث الثاني حتتعمق في الموضوع، يعني تقدر دير مثلا مثال تطبيقي دراسه حال، مثلا عندنا السوجي تاع الدوله القانونيه، تروح تشوف مثلا مثال تاع دوله طبقت الدوله القانونيه، تروح تدرس الدوله هذيك كيفاش اثر عليها الدوله القانونيه، اسكو نجحت، الايجابيات تاعها السلبيات، واسكو تشوف الدول لازم ياخذوا بالمثال هذا ولا لا. لا المهم تقدر دير هكذا مثال تطبيقي إذا على حسب البحث تاعك، يعني اذا قدرت يعني دير وجاب سوجي تاعك حاجه رائعه بزاف، البروف تاعك السور حيفرح، باسكو قليل قليل طلبه وين نديروا مثال تطبيقي. تقدر ايضا تهدر في المبحث الثاني انك تهدر على مشاكل، مثلا مشاكل ايجابيات سلبيات، اذا ما لقيتش مثال تطبيقي تقدر تهدر على مشاكل تحديات للمستقبل، كيفاش لازم يديروا كيفاش يحلوا المشاكل. تقدر تهدر على نظريات، مثلا الموضوع تاعك فيه نظريات تهدر على نظريات. المهم المبحث الثاني يكون تقريبا تعمق، المبحث الاول راح دير فيه تعريفات خصائص مبادئ اهداف حاجه خفيفه اسباب، والمبحث الثاني راح تتعمق في الموضوع، تهدر سواء على نظريات على مشاكل وتحديات المستقبل، تهدر على دير مثلا مثال تطبيقي كما قلت لك تدرس حاله، هذا هو تقريبا دير علاقه مثلا بين حاجه وحاجه، تاثيرات هذا الموضوع على المستقبل على الحاضر، تقريبا هذا هو البحث كيش ديرو. في الخاتمة تحاول تلم كامل العناصر يعني اللي هدرت عليهم في البحث، ديرو في فقرة صغيرة في الخاتمة تجمع فيها كل المفاهيم، وتحاول تجاوب على الإشكالية اللي طرحتها في الأول في المقدمة. وأيضا ما تنساش تكتب قائمة المراجع، يعني كي خلص البحث مور الخاتمة تكتب قائمة المراجع كامل اللي استعملتهم. كاين هناك طريقة معينة باش تكتب مراجع بطريقة صحيحة، إذا لقيت مهتمين اكتبوا لي في التعليقات حندير لكم فيديو خاص كيش ديروا المراجع. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، أي مشكل أي حاجة اكتبوا لي في التعليقات حنجاوبكم. سلام.